طيب نروح لأخبارنا النهارده. طبعا نبدأ بخل طيب نبدأ بزميلنا محمد توفيق في النادي الأهلي، نتابع معاكم ومعاه طبعا اللحظات أو الساعات الأخيرة قبل توجه النادي الأهلي لملعب المباراة اللي هيكون ميعادها إن شاء الله الساعة 9:30. نعرف برنامج الأهلي النهارده إيه، أخباره إيه، جاهزية اللاعبين اللي هيكونوا حاضرين للمشاركة في المباراة. في أسماء أتوقع إنها ما تكونش موجودة النهارده في قائمة الأهلي، الجهاز الفني هيكون حريص عليها، خصوصا الأسماء اللي اشتكت من إجهاد أو اللي بتعاني من إصابة. طبعا دي أكيد بره القائمة، لكن أنا عارف إنه لعيبة زي كهربا، زي حسين الشحات، زي عبد المنعم ممكن يتم إراحتهم في مباراة النهارده. على كل الأحوال هنشوف. خلينا نروح لمحمد توفيق ونتابع معاه من داخل فندق إقامة النادي الأهلي معسكره المغلق قبل انطلاقة مباراة إنبي النهارده في الدوري. مساء الخير يا محمد. مساء الخير الزميل عزيز احمد، يعني تحياتي ليك ولكل جمهور النادي الاهلي. ومن جديد بنتواصل وموجودين في فندق قمه النادي الاهلي استعدادا بقى للمباراه المحليه. يمكن غياب 36 يوم عن منافسات الدوري العام، الحمد لله الفريق بيعود النهارده للمنافسات المحليه، يعني خاصه الدوري العام ومباراه انبي زي ما انت قلت في 9:30 مساء على استاد القاهره. يمكن مباراه في غايه الصعوبه يا احمد، خاصه انك بقالك فتره ما لعبتش مباريات داخل الدوري العام. اكيد طبعا كل الفرق متحفزه لك، متفرج عليك كويس، انت بالطبع البطل التاريخي للمسابقه، النادي الاهلي الكبير كالعاده. انبي كمان يمكن فريق نتائجه واداؤه اتغيروا كتير جدا في الفتره الاخيره، خاصه مع تولي المدير الفني الجديد كابتن تامر مصطفى. يمكن نتائجهم اكثر من رائع، يمكن اخر 3 مباريات في الدوري يا اما فوز يا اما تعادل، ما يعني الفريق لم يخسر اي مباراه في 3 مباريات الاخيره. اعتقد مباراه مهمه جدا، كمان النادي الاهلي مد المباراه اهميتها بشكل كبير جدا. يمكن تواصلنا خلال يعني اليومين الماضيين يا احمد، تدريبات حد واثنين، الجهاز الفني بياكد على اللاعبين ان خلاص صفحه افريقيا اتقفلت، مركزين في الدوري، 3 مباريات مهمه في عمر المسابقه وفي حسمها مبكرا باذن الله. الجهاز الفني مركز، اللعيبه مركزه، النقطه كمان انت اتكلمت فيها راحه اللاعبين من عدم، يمكن احنا عندنا التفاصيل كلها، بس طبعا اعلان القائمه من عدم وده حق اصيل للجهاز الفني طبعا، هو الوحيد اللي يعني قبل المباراه بساعه ونص بيكون اعلن تشكيل المباراه. طبعا كبير جدا من اللاعبين هيتم اراحتهم عشان طبعا الفتره الجايه في ضغط مباريات، انت بتتكلم في 3 مباريات انبي ومن بعدها طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، تقريبا 3 مباريات في 9 ايام فقط. فان شاء الله يعني الجهاز يبقى موفق، واي 11 لاعب النهارده هيبداوا باذن الله يكونوا موفقين. زي ما قلت لك اهم ميزه في الفتره اللي فاتت والتدريبين الاخرين كان الكلام من الجهاز الفني مع اللاعبين سواء في محاضرات الفيديو او النظريه عن اهميه المباراه، اهميه فريق انبي وانه فريق كبير ولازم نلعب المباراه بشكل منفصل جدا عن مباراه افريقيا، نحقق الفوز سواء في المباراه دي او المباراتين التلاتين كمان قبل المباراه النهائيه، يكون في جديه في الملعب، يكون في حسم مبكر لنتيجه المباراه وبالتالي نتيجه الدوري باذن الله رب العالمين. يمكن الفريق اختتم استعداداته بالامس بكم تمرين قوي جدا بعد محاضره فيديو بالطبع، الجهاز الفني يمكن عمل تقسيم يعني في ختام التمرين شارك فيها 3 مجموعات من اللاعبين على 3 فرق كانت قويه جدا، كل اللاعبين كانوا بيتنافسوا النهارده يا احمد ان هم يكونوا موجودين في التشكيل الاساسي ويكونوا موجودين النهارده في اول 11 هيبداوا المباراه باذن الله. من بعدها الجهاز الفني اتحرك باللاعبين لاحد الفنادق القريبه من استاد القاهره، يمكن المسافه يعني لا تزيد عن 1/3 ساعه من فندق الاقامه الى استاد القاهره. الفريق يمكن تناول وجبه العشاء بالامس في الفندق وكان في محاضره فيديو بالليل كمان، النهارده بقى الفريق احمد ابتدى يومه مبكرا في العشاء صباحا كان الفطار، من بعدها فتره الاكتيفيشن. طبعا مستر كولر من ساعه ما جه معودنا دايما بيبقى فيه تدريب خفيف كده زي ما بنقول اكتيفيشن او مثلا فك عضلات في الفندق الاقامه الصبح علشان اللاعبين ما ياخدوش قسط كبير جدا من الراحه يوم المباراه. من بعدها يمكن كان في وجبه خفيفه، طبعا المباراه متاخره النهارده احمد في 9:30، فضل طبعا الجهاز الطبي ودكتور ايهاب علي استشاري التغذيه بالجهاز انه يكون في فتره سناكس كده الساعه 2 الظهر، وكمان كانت الوجبه الرئيسيه او الغداء كان الساعة 5:30. يمكن اللاعبين لسه حالا دلوقتي طالعين غرفهم للاستراحة قبل طبعا المحاضرة الأخيرة وآخر اللمسات اللي هيضعها مستر كولر بإذن الله لبدء المباراة النهاردة إن شاء الله هتكون في تمام السابعة، ومن بعدها إن شاء الله نتحرك لملعب استاد القاهرة الدولي لخوض مباراة إنبي في الأسبوع 29 إن شاء الله 9:30 مساء. يتبقى فقط توفيق ربنا ثم دعوات كل جماهير النادي الأهلي بأداء مباراة قوية وحسم 3 نقاط جديدة والوصول لنقطة 56 والاقتراب خطوة كبيرة جدا من اللقب 43 للنادي الأهلي. كلمة ليك يا أحمد معاك. شكرا جزيلا، بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. دي اخبار الاهلي الاخيره طبعا من داخل مقر اقامته في المعسكر المغلق قبل ساعات وكل